كنت أرجوك إن فعلا بيت الحسين أنت بتدخل علي بتقول لي شو أعمل ومع مين ألتقي من شعبي ووطني في بيتي؟ أنا مش جاي. أنت جاي تهددني؟ لا ما بهددك. شو الكلام هذا؟ لذلك أرجو من سمو الأمير الكرام حضرهم أن يصير التزام سمو الأمير بعدم الذهاب لهذه المناسبات وعدم الاختلاط داخلية وخارجية والالتزام بزيارات العائلية للعائلة الهاشمية فقط وأنه ما يصير أي تغريدات. شباب جيبوا السيارة برا، جيبوا سيارة الباشا. إدارة الدولة بسببي أنا؟ لا سيدي ما الفشل اللي حاجة. قاعد يصير بسببي أنا؟ سمو الأمير سيدي سامحني، التخبيص اللي بيصير بسببي أنا؟ سمو الأمير لو سمحت. إذا سمحت يا سيدي، أنت جاي على بيتي تقول لي أنت ومدراء الأجهزة بتهددوني؟ ما تطلع من بيتك بس تروح عند أهلك وما تغرد؟ سمو الأمير سيدي اركب بسيارتك وتطلع من الباب. اعذرني أنا بحترمك وبحترم المؤسسة تبعتك، بس ما بتحكي لي هذا الكلام ببيت الحسين. تركب بسيارتك وتطلع من البيت.